السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعزائي الطلاب، هذه المحاضرة مقدمة لكم من الجامعة الأردنية، كلية الملك عبد الله الثاني لتكنولوجيا المعلومات، قسم أنظمة المعلومات الحاسوبية، ضمن مساق أساسيات الحاسوب، Chapter 7, Windows 10. This lecture is presented by the University of Jordan, King Abdullah School for Information Technology, Computer Information System Department, Basics of Computing Course, Chapter 7, Windows 10. سنتحدث إن شاء الله في هذه المحاضرة المسجلة عن منصة التحكم لنظام التشغيل Windows 10. لو أردنا بداية أن نعرف الكنترول بانل، منصة التحكم كما يظهر التعريف أمامكم. It changed the way Windows looks and works. إن هذه المنصة تغير الإعدادات، إعدادات عمل الويندوز وملحقات الويندوز مثل إعدادات الماوس، إعدادات الصوت، إعدادات الوقت والتاريخ إلى آخره. سنتحدث بداية كيفية الدخول إلى منصة التحكم Control Panel من خلال Windows 10. بداية كما تنظرون أمامكم بجانب Start Button، زر ابدأ، هناك مستطيل للبحث نسميه صندوق البحث. نكتب من خلال الكيبورد بداية حروف Control Panel كما تشاهدون أمامكم CONTR. ستظهر لنا كل ما موجود داخل هذه القائمة ويحتوي على الحروف التي كتبتها وهي Control Panel. سنقوم بعمل كليك على Control Panel لتظهر لنا الشاشة بالشكل الذي يظهر أمامكم. كما نلاحظ يمكن عرض محتويات منصة التحكم وعرض مكوناتها من خلال باي كاتيجوري حسب الفئة، لارج ايكونز او سمول ايكونز. الشاشة الظاهرة امامنا الان هي حسب الكاتيجوري حسب الفئة، كما تشاهدون بشكل اوضح: سيستم اند سيكيورتي، نتورك اند انترنت، هاردوير اند ساوند، بروجرامز، يوزر اكاونتس، ابييرنس اند بيرسوناليزيشن، كلوك اند ريجن، ايز اوف اكسس. هنا طريقة العرض باي كاتيجوري حسب الفئة. هنا طريقة العرض سمول ايكونز بتفاصيل أكثر والصور صغيرة كما تشاهدون أمامكم. لارج ايكونز التفاصيل، ولكن الصور والايكونز تظهر بشكل أكبر من لما كانت هناك باستخدام سمول ايكونز. بداية سنتكلم عن تعديل خلفية سطح المكتب ديسكتوب باك جراوند. نحن موجودون على هذه الشاشة، سنقوم بعمل كليك على Appearance and Personalization فتظهر لنا الشاشة الموجودة أمامكم. سنقوم بعمل كليك على Taskbar and Navigation لنذهب إلى تعديل خلفية سطح المكتب من خلال الباكجراوند. نعيد ونكرر. قمنا في البداية بعمل كليك على Appearance and Personalization، ثم قمنا بعمل كليك على Taskbar and Navigation. أمام العنوان Personalization هناك الباكجراوند وهي تعني الخلفية. عند عمل كليك على background تظهر لنا خصائص background كما ترون أمامكم. قد نختار عمل background على شكل picture, solid color أو slide show، مجموعة من الصور. هنا يظهر لنا كما تشاهدون كيف نريد أن تظهر لنا الصورة: fill أو fit أو stretch أو tile. ما معنى هذه الخيارات؟ سنراها أمامنا هنا. Center وضع الصورة في منتصف سطح المكتب. Fill or Fit تعديل حجم الصورة بحيث تغطي سطح المكتب. Stretch علينا الانتباه إلى هذه الخاصية عند اختيارنا إلى خيار Stretch، حيث إذا كانت الصورة صغيرة سيحدث لها تشوه في حال اختيار هذه الخاصية، لأنه سيتم تمديد حجم الصورة لكي تغطي الباكجراوند، لكي تغطي شاشة الديسكتوب بأكملها. Tile يتم تغطية سطح المكتب بالصور الصغيرة عن طريق استنساخها أكثر من مرة ووضعها جنب إلى جنب كما تشاهدون في الصورة الموجودة أمامكم. هناك أيضا خاصية وهي Screen Saver. Screen Saver تعني حافظة إلى الشاشة، بمعنى إن تركت جهاز الحاسوب مدة زمنية معينة أستطيع أن أخفي الشاشة لمن سيمر من أمام الجهاز من خلال إظهار صورة أو مجموعة من الصور. سكرين سيفر حافظ للشاشة مرة أخرى. كيف سنصل إلى السكرين سيفر؟ بنفس خطوات التي غيرنا فيها خلفية الباك جراوند،
نذهب إلى Appearance and Personalization، Taskbar and Navigation تحت العنوان Personalization كما ترون أمامكم. في السابق قمنا بعمل كليك على Background، والآن سنقوم بعمل كليك على Lock Screen فتظهر هنا أمامنا Screen Saver Settings، إعدادات حافظ الشاشة. تستخدم هذه الخاصية لتقليل استهلاك الطاقة في الشاشة في حالة السكون وعدم الاستخدام، حماية الشاشة عندما لا يكون هنالك تيار كهربائي منتظم. تظهر الشاشة الموجودة أمامنا، سنقوم باختيار الشكل الذي نريده من خلال Screen Saver. سيتم تحديد وقت الانتظار قبل عرض الشكل كما ترون أمامكم، دقيقة، دقيقتان، ثلاثة. إن أردت أستطيع من هنا تفعيل كلمة السر، بمعنى إن شخص جاء وحرك الماوس، حرك الفأرة، لن يستطيع أن يرى محتويات الشاشة قبل أن يدخل الباسورد وهي كلمة السر لتشغيل الجهاز. أستطيع من خلال بريفيو عمل استعراض للشكل الذي أريده قبل التثبيت، وعندما أريد أن أثبت سأضغط على Apply أو OK. أستطيع من خلال منصة التحكم Control Panel تغيير إعدادات التاريخ والوقت Date and Time Settings. من خلال Clock and Region سأقوم بعمل كليك على Clock and Region، تظهر لي الشاشة الموجودة أمامكم Date and Time وRegion. من الـ Date and Time أستطيع أن أدخل على Set the Time and Date. إعدادات المنطقة تكون من خلال Region. أولاً سنقوم بعمل كليك على Set the Time and Date. كما ترون أمامكم Date and Time، أستطيع عمل Change the Date and Time. من خلال عمل كليك على هذا البطن ستظهر الشاشة الموجودة هنا. أستطيع تغيير التاريخ، أستطيع تغيير الوقت، ثم أقوم بعمل كليك والضغط على المفتاح OK. إعدادات المنطقة كما قلنا سابقا من خلال الكنترول بانل، من خلال Clock and Region سأقوم بعمل كليك على Region. أستطيع من هنا تغيير إعدادات المنطقة كما ترون أمامكم. أستطيع من هنا Format Language، أجي وأختار اللغة، Date and Time طريقة عرض التاريخ، سواء كان تاريخ قصير Short Date، سواء كان Long Date، سواء كان Time Short Time أو Long Time. بالإضافة إلى عرض التاريخ والوقت يمكن إعداد المنطقة حسب العملة واستخدام الأرقام والفواصل العشرية عن طريق الضغط على مفتاح إعدادات إضافية وهي Additional Settings. تظهر لي الشاشة الموجودة هنا أمامكم Numbers، Currency للعملة Time and Date. أستطيع أن أحدد الأرقام والفواصل العشرية، وعند الانتهاء من العمل سأقوم بالضغط على OK وعلى OK الموجودة بالشاشة الأولى. إن أردت إضافة لغة جديدة غير اللغة العربية والإنجليزية إلى الكيبورد، Control Panel Region، هناك Language Preferences. لقد قمنا بمشاهدة هذه الشاشة سابقاً عندما قمت بتغيير Date and Time وهي إعدادات الريجن حسب المنطقة. كنا قد قلنا قبل قليل أستطيع أن أذهب إلى Additional Settings لتحديد الأرقام والفواصل العشرية. أستطيع الضغط على Language Preferences الموجودة عندنا هنا، تظهر لنا الشاشة الموجودة أمامكم، يوضح لي بأن اللغات الموجودة هي English، Arabic. أستطيع عمل كليك على Add a Preferred Language وإضافة لغة جديدة كاللغة التركية، كاللغة الألمانية، كاللغة الفرنسية. إعدادات الفأرة Mouse Settings، بداية من الشاشة الموجودة أمامكم من خلال Control Panel سنذهب إلى Hardware and Sound. سنقوم بعمل كليك على Hardware and Sound. كما ترون الخطوات موجودة هنا أمامكم، Control Panel ثم Hardware and Sound. عندما أقوم بعمل كليك على Hardware and Sound تظهر الشاشة الموجودة هنا أمامكم تحت Device. سأقوم بعمل كليك على ماوس الفأرة. أستطيع من هنا كما ترون بالشاشة الظاهرة أمامكم ماوس Properties، خصائص الفأرة، اختيار الأزرار، اختيار شكل المؤشر، خيارات المؤشر، سرعة حركة الفأرة. نعلم أن هناك أشخاص قد يقومون باستخدام الفأرة الماوس وهم من ذوي الاحتياجات
الخاصة هناك صعوبة بعمل سرعة معينة على الدبل كليك، نستطيع إبطاء هذه السرعة أو تسريعها اللي هو الفرق الزمني ما بين الكليك الأولى والكليك الثانية من خلال تحريك المؤشر الموجود هنا على هذه المسطرة. نستطيع استبدال زر الفأرة اليسار باليمين واليمين باليسار من خلال عمل سويتش برايمري and secondary buttons. معنى كلمة primary أساسي ومعنى كلمة secondary ثانوي هو الزر الأساسي والزر الثانوي. نحن نعلم بأن الزر الأساسي في الماوس هو الزر الأيسر، عندما نقول كليك المقصود نكبس على الكبسة الموجودة على اليسار، وعندما نقول دبل كليك كبستان على الزر الأيسر، لكن عندما نقول رايت كليك صراحة نقول لك استخدم المفتاح الموجود على الجهة اليمنى. كما قلنا سابقا نستطيع من خلال البوينترز نستطيع الاطلاع على خيارات أخرى من خلال البوينتر أوبشنز. إعدادات الصوت، نستطيع من خلال الكنترول بانيل تغيير إعدادات الصوت، ولكن أسرع طريقة للتحكم بمستوى الضغط بمستوى الصوت عفوا هي بالضغط على الزر الأيمن للفأرة على أيقونة مكبر الصوت، تكون موجودة أسفل التاسك بار أسفل شريط المهام كما ترون أمامكم. نقوم بعمل كليك هنا ونستطيع تغيير إعدادات الساوند. حتى أيضا يمكن تعديل إعدادات التاريخ والوقت بسرعة من خلال شريط المهام من خلال عمل كليك على الوقت وعلى التاريخ الموجود هنا أمامكم. عندما نقول عن تطبيقات لمحرر النصوص هناك برنامجان نعتبرهم برامج بسيطة مقارنة بمايكروسوفت وورد. هناك نوت باد محرر نصوص بسيط نستخدمه لكتابة نصوص بشكل سريع خاصة مع الملفات التي تكون من امتداد TXT، وهناك ملف وورد باد. كيف سنقوم بالدخول على برنامج نوت باد؟ في مستطيل السيرش كما قلنا سابقا نكتب اسم البرنامج نوت باد يظهر أمامنا، وإن أردنا تشغيل الوورد باد أيضا في مستطيل السيرش وورد هناك يعطيني برنامج الوورد 2016 برنامج وورد باد، وأنا أريد تشغيل وورد باد أقوم بعمل كليك على وورد باد، وهنا أقوم بعمل كليك على نوت باد. سنقوم بداية برؤية مشاهدة البرنامج الخاص بنوت باد. كيف تكون الشاشة الرئيسية؟ كما ترون أمامكم شاشة بسيطة، كما ترون أمامكم القوائم أيضا بسيطة. كما قلنا سابقا نستخدم هذا البرنامج لكتابة نصوص بشكل سريع. إن أردنا كتابة نصوص بشكل سريع كما نقول في النوت باد، ولكن نريد إضافة صور نريد إضافة جداول، نحتاج إلى برنامج فيه ميزات أكثر من النوت باد، فنلجأ إلى برنامج الوورد باد. كما ترون أمامكم الآيكونز موجودة بشكل أكثر من النوت باد الذي نستخدمه لكتابة نصوص بسيطة وبشكل سريع. في بعض الأحيان نريد عمل طباعة لمحتويات الشاشة الموجودة أمامي. كيف سأقوم بعمل طباعة وتصوير شاشة معينة موجودة أمامي؟ نضغط على مفتاح BRTSCR BRTSC أو قد تكون مكتوبة في بعض أنواع الكيبوردز كاملة برنت سكرين موجودة أعلى لوحة المفاتيح على الجهة اليمين بجانب الكالكوليتر بجانب الآلة الحاسبة. أقوم بالضغط على هذا المفتاح ثم أفتح وورد برنامج الوورد وأقوم بعمل بيست، فيتم عمل صورة تحتوي على جميع محتويات الشاشة كما ترون أمامكم. في بعض الأحيان قد يكون أمامي أكثر من ويندو وأنا أريد فقط تصوير النافذة الفاعلة النافذة الفعالة وهي الأكتيف ويندو. سنقوم بالتطبيق عمليا بعد قليل. في هذه الحالة سأقوم بالضغط على مفتاحي Alt زائد Print Screen ثم سأفتح برنامج الوورد باد أو برنامج الوورد وعمل بيست. سيتم تصوير فقط الأكتيف ويندو وليس كل محتويات الشاشة الموجودة أمامي. كي لا يتم خداعك عند شراء جهاز حاسوب قم بالخطوات التالية. على Windows 10 عليك أن تفتح الآيكون ديس بي سي، قد تجدها موجودة أمامك على الديسكتوب أو قد تحتاج إلى أن تكتب في مستطيل البحث ديس ستظهر أمامك ديس بي سي. ستقوم بعمل رايت كليك على ديس بي سي ثم ستختار Properties خصائص، ستظهر لك معلومات جهاز الحاسوب كما في الشاشة التالية. يظهر أمامك نسخة نظام التشغيل، نوع وسرعة المعالج المركزي للبروسيسر، الرام الموجودة أمامك كما تشاهدون الآن هناك ويندوز 10، نوع وسرعة البروسيسر،
حجم ذاكرة التخزين RAM. إن أردت مشاهدة أقراص التخزين مثلاً Drive-C, Drive-D، أردت أن تشاهد معلومات عن أقراص التخزين Drive Information، ستقوم بعمل كليك على This PC وليس Right Click لكي يفتح أمامك الويندو الخاصة بThis PC. تظهر معلومات أقراص التخزين، اسم القرص ورموزه كسي ودي، سعة القرص كما ترى أمامك بالإضافة إلى المساحة المشغولة والمساحة المتبقية. هناك برنامج اسمه فايل إكسبلورر، مستكشف الفايل، مستكشف الملفات. إن أردنا تعريف هذا البرنامج، is a program، برنامج that give you a more comprehensive view، يعطيك فكرة شاملة عن محتويات جهاز الحاسوب. كيف قمت بتشغيل فايل إكسبلورر بمستطيل البحث؟ قمت بعمل كليك وكتابة FI أعطاني فايل إكسبلورر. قمت بعمل كليك على الفايل إكسبلورر، يظهر أمامي This PC لدرايفز، مشغلات الأقراص والتي تكون عادة عبارة عن حروف. يظهر أمامي الفايلز، يعطيني قائمة بالملفات، فولدرز، قائمة بالمجلدات. بمعنى يعطيني فكرة عامة عن محتويات الجهاز. أستطيع فتح السي من خلال عمل كليك ورؤية ما إذا يوجد داخل هذا القرص. أستطيع عمل كليك داخل دي إلى آخره. نريد أن نلاحظ هنا بأن مشغلات الأقراص لدرايفز عادة هي عبارة عن letters تسمى بحروف. الفايلز تتكون من اسم الملف دوت ومن ثم الامتداد، سنتكلم الآن عن الامتدادات. الفولدرز لها دائما نفس الآيكون، نفس الصورة كما تشاهدون أمامكم، مجلدات باللون الأصفر، ولكن الفايلز الملفات تختلف صورها باختلاف، والآيكونز المعبرة عنها باختلاف نوع الملف. قد يكون الملف BNG، قد يكون الملف BMP، وهذه ملفات للصور. يظهر أمامنا الامتدادات للملفات. هناك ملفات Word، يكون الامتداد لها DOC من كلمة Document، وإن كان الوورد 2016 بمعنى نسخة حديثة DOCX. نقول دائما الملفات مكونة من File Name، اسم الملف dot، ومن ثم الامتداد. هنا شاهدنا امتداد Doc، Docs، ملفات Word. إن كانت الملفات من نوع PowerPoint، PPT، PowerPoint من نوع 2016، سيكون الامتداد PPTX. ملفات الإكسل، جداول إلكترونية، XLS، وإن كانت من نوع 2016، XLSX. MDB، هذا الامتداد خاص بملفات الأكسس، قواعد البيانات. RTF، ملفات نصية غنية. TXT، ملفات نصية بسيطة، كما قلنا سابقاً تكون مع برنامج النوتباد. ملفات صور، هناك GBG، هناك TIF، BMP، GIF. ملفات الإنترنت، HTML. ملفات تطبيقية، من كلمة executable file، ملفات تنفيذية EXE، أول ثلاث حروف من كلمة executable file. زب أو رار هي عبارة عن ملفات مضغوطة. PDF هي ملفات قراءة، ملفات تفتح باستخدام برنامج Acrobat Reader. هناك ملفات أوديو صوتية MP3، هناك ملفات فيديو، هناك MP4، وهناك WAV. نشكر لكم حضوركم. انتهينا الآن من الملف التقديمي لويندوز 10. سنقوم بشكل سريع باستعراض بشكل عملي ما قمنا بفعله. إن أردنا فتح الكنترول بانل، قلنا كنترول بانل كما ترون أمامكم. تظهر الشاشة باي كاتيجوري، ومن الممكن لارج آيكونز، ومن الممكن سمول آيكونز. إن أردنا تغيير إعدادات الشاشة أو السكرين سيفر، نذهب إلى Appearance and Personalization، Taskbar and Navigation. من خلال Background أستطيع تغيير Background، قد تكون صورة، قد يكون لون كما ترون أمامكم، من هنا أختار اللون، وقد تكون Slideshow، مجموعة صور Pictures، سأقوم باختيارها ومن ثم